شويه ما بقاش كما كان بعد الحمد لله، شويه بعدا ما بقاش هذاك 11 درهم 12 درهم ما بقاش، اذا انت 10.45 اللي دابا حاليا ليسونس المازوت تقريبا كان بين 10 دابا حاليا 9 قال شي لعيبه مزيان فوالا. انا كشيفور طاكسي الاثمنه ديال الغازوال باقيين هما هاد الساعات حاليا ما كاين حتى شي حاجه. حاليا البارح ريقلت المازوت لقيته ب 9 دراهم 8 دراهم و 8 دراهم و 99 فرانك، ما نقص والو المده دي باقي ما لا والو ما نقصوا حاليا حتى شي حاجه، كاع الدول دابا حاليا نقصوا الا المغرب. راه البرميل ديال البترول وصل 30 دولار بعد ما كان 120 واحد الوقت وصل 30 دولار، ومع ذلك الحكومه ما نقصاتش الثمن، خص الثمن ديال الوقود ديال الوقود بصفه عامه ينزل. واش نقول لك خصو على الاقل بعدا واحد 7 دراهم 7 ونص على ما اظن، الا ضربتي الحساب راه خصو يوصل 7 دراهم دابا. بالنسبه للبنزين راه كاين تراجع حول العالم على ما بالنسبه للثمن، ولكن هنا عندنا حنا ما كاينش شي تراجع، تنقصوا شي حاجه قليله، تنقصوا جد ريال ريال، ما عندناش حنا تراجع مقارنه مع دول اخرى. عندنا معامله مع اصحاب الغازوال يوميا، تنسمعوا بان الغازوال نقص من السوق الاوروبيه طاح، وفي المغرب باقي ما طاحش، باقي الثمن ديالهم مرتفع 9 درهم فاصلة فرانك. تنسولهم سولناهم بان واش غادي يطيح الغازوال، قلت حنا باقي ما عارفينش. لحقاش هما من ناحيه الدعم من الغازوال دايرين الثمن اللي باغين، كل ستاسيون كل شركه تدير الثمن ديالها اللي بغات، هذا هو المشكل. كيزيدوا ينقصوا اللي بغاه وما كاينش مشكل، الشعب ما تيتكلمش ما تيقول حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي واحد تيقول شي حاجه ابدا، زاد ولا نقص ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي تغيير والو. بسبب هذا المرض ديال كورونا يعني السوق هبط ب 50% اكثر من 50% يعني، وباقي المازوت عندنا طالع، باقي عندنا البترول طالع يعني فايت 9 دراهم، يعني المفروض خصو يكون 5 دراهم ولا 6 دراهم ولا 3 7 دراهم كاع ماشي مشكل. المغرب واقع سمعت انا عاومو الدرهم شحال هادي، والمازوت كي تيتباع كخام النفط ملي تيتباع خام راه ماشي هو تيتباع مصفه كيما بحال ليسونس المازوت ثمنه بوحدو والاخر ثمنه بوحدو، والاخر تنظن هادشي علاش تيبقى المازوت ديما عندنا غالي، والدول الاخرى علاش عندهم رخيص الله اعلم ما عرفتش علاش ديما عندهم رخيص وحنا عندنا غالي ماشي نزلش.